طيب، في عندنا الزي دراجز، حكينا عن أشياء منهم، فخلينا نفوت في تفصيل أكثر للزي دراجز. هاي أمثلة للزي دراجز، طبعا بنسميهم زي دراجز لأنهم زي دراجز، كل أسمائهم فيها زد. هي شو الزي دراجز؟ هي بامز. إيش يعني جابا أي بامز؟ جابا أي بوزيتيف ألوستريك موديوليترز، تمام، تشتغل على الجابا أي ريسبتورز اللي نفس الريسبتورز اللي بيشتغل عليها بشكل عام، بيشتغل عليها البنزودازبين، بس هي بتشتغل as positive allosteric modulator. هاي الأمثلة اللي عندنا، في عندنا الزوبيكلون سواء ال R وال S، اللي هو في عندنا ال S زوبيكلون، طبعا يعني هون ذكر لك حتى السبتايز اللي بتشتغل عليها، طبعا هون هذول الألفا مش الألفا 1 أدرينيرجيك، لا الألفا 1 سب يونتس تبعات الجابا اي ريسبتورز، تمام، بشكل عام يعني هاي الفكرة. وبشكل عام الشكل هون بيعبر لنا انه اول شيء زد دراج، وهذا الهاف لايف، يعني تجد انه الهاف لايف لهم تقريبا ست، هي من 6 ل 8 ساعات، لكن هون شورت هاف لايف زي الزلبلون فيري شورت هاف لايف، الزولبيدم هاف لايف برضو قليل، زولبيدم سي ار هاف لايف بتبعه اكثر. شغلة ثانية بنلاحظها انه زالبلون وزولبيدم مور سيلكتيف للالفا 1 سب يونت من الجابا اي اكثر من الزوبيكلون والزوبيكلون. الزوبيكلون بيشتغل على الفا 1 الفا 2 الفا 3 لحد حتى الفا 5 حتى، وهي نفسها ترى بالمناسبة اللي بيشتغل عليها البنزودازيبين. البنزودازيبين يعتبر ترى جابا اي بوزيتيف الستريك موديليتر، لكن الفرق بينه وبين الزي دراجز انه البنزودازيبينز لما تركب على الجابا اي هي بتسوي كونفيرميشنال تشينجز اللي بتسبب التوليرابيليتي والديبندنسي وهي الاشياء، في حين زي دراجز ما بتعمل هذا الشيء. على كل حال، في ملاحظه هون انا لاحظتها انه هون مكتوب ستيلنوكس، والزوبيكلون المفروض مش هو ستيلنوكس، زوبيكلون له اسم ثاني مش عارف الاسم التجاري يعني تبعه، زوبيكس زوبيسين كذا، في حين الستيلنوكس هو الزولبيدم، زولبيدم هو ستيلنوكس، ففي عنا زولبيدم ستيلنوكس، وفي عنا زولبيدم سي ار، برضو في عنا ستيلنوكس سي ار. عنا في الأردن احنا هي زولبيدم، نكتب زولبيدم اللي هو ستيلنوكس. على كل حال،